البؤساء من روائع الأدب العالمي، ولعلها أفضل أعمال صاحبها الأديب الفرنسي فيكتور أوغو. تبدأ أحداثها نحو 25 عاما بعد الثورة الفرنسية سنة 1789. قصة إنسانية مؤثرة، بطلها سجين سابق يدعى جون فالجو، قضى 19 عاما في السجن لأنه سرق رغيفا من الخبز لإطعام أخته وأطفالها، و14 عاما أخرى لأنه حاول الهرب. خرج جو فالجو من السجن وفي صدره حقد عظيم على الدولة والمجتمع. طيبة قلب القس ميرييل الذي رأى فيه الإنسان فصفح عنه رغم سرقته أعادت إلى قلبه الصفاء ومسحت النقمة والحنق. سلك جو فالجو طريق الخير وسخر نفسه لمساعدة المحتاجين، غير اسمه ومحى المشين من سيرته ونال حظوة ومكانة حتى صار عمدة، لكن شبح الماضي ظل يطارده متمثلا في المحقق جافير. يتقاطع طريقه والطفلة كوزيت التي يهب لرعايتها ما تبقى من حياته، وتتواصل أحداث الرواية وريح ثورة جديدة تهب على فرنسا. البؤساء أكثر رواية اقتبس منها في التاريخ منذ نشرها عام 1862، كانت بلا انقطاع مصدر إلهام لعديد الأعمال الفنية حول العالم. ملحمة إنسانية عظيمة فيها التراجيديا والكوميديا وفيها الرومانسية والسخرية، تناولت قضايا الأخلاق والقيم والقانون والسلطة والدين والحب والظلم والثورة. أظهرت قدرات أوغو الأدبية وعرضت أطروحاته الفكرية. إذا كانت الثورة الفرنسية قد قامت على مبادئ الحرية والعدالة والأخوة، فإن أوغو يفضح غياب العدالة الاجتماعية في فرنسا في القرن 19. مواقف أوغو النقدية تبدو جلية من العنوان البؤساء، ليست عن الفقراء والمهمشين، بل عن بؤس يخيم على المجتمع ككل ويعكس عمق المعاناة والأزمة. أما الخلاص فلا الفضيلة الخالصة سبيله، ولا السعي المحموم خلف المصلحة الشخصية، بل الرحمة والعطاء والتضامن وإنكار الذات في حاضر يحكمه الصراع السياسي وتؤزمه الصعوبات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية. تبدو البؤساء صالحة لكل الشعوب في كل الأزمنة.